معنا من دبي الباحث في الشؤون المغربية موسى الكوني. أهلا بك موسى، لماذا تتضارب الأنباء الآن حول مصير المخطوطات يعني التي لا تقدر بثمن الآن في تمبكتو؟ واضح كما قلت حضرتك أنها لا تقدر بثمن، وهذا ما يجعلها أنها مغرية جدا للصوص. إن الإسلاميين لا أعتقد أنهم مصلحة في إحراق مركز أحمر بابا للمخطوطات. لو أرادوا إحراقه لأحرقوه منذ البداية عندما بدأوا في هدم الأضرحة، فخاصة أن كل هذه المخطوطات هي مخطوطات إسلامية في الواقع، في الفقه وفي الدين الإسلامي. ولكن أعتقد أن اللصوص هم من وراء هذا العمل، خاصة في الثلاث أيام الأخيرة، أعتقد الثلاث أيام الأخيرة قبل دخول القوات الفرنسية لم يكونوا موجودين في تمبكتو الإسلاميين حسب الأنباء الواردة. إذن الهدف هو طمس الهوية العربية الترقية في تمبكتو. هناك العديد من الأفارقة حاولوا أن يطمسوا هوية تمبكتو العربية. ففي الفترات السابقة حاولت ليبيا فتح كلية أو جامعة لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية من أجل نشر الدين الإسلامي في غرب أفريقيا وإحياء هذه المدينة. رفضت الحكومة المالية المتمثلة في وزيرة التعليم آنذاك بافتتاح هذه الكلية في منطقة تمبكتو لهذا السبب، حتى لا تعطى مدينة تمبكتو الهوية العربية لها. فطلبوا طلبت أن يتم دعم فقط جامعة باماكو بدل إنشاء جامعة جديدة بها. ورفضت في السابق أيضا افتتاح قنصلية ليبية في تمبكتو لذات السبب. إذن الهدف في الواقع من وراء إحراق هذه المكتبة، ولله الحمد أنها كما قلتم بأن تم محافظة على 90% نعم واضح حتى في الصور المنشورة أنها سرقت ولم تحرق. يعني قد يكون هناك لصوص لأنها تباع، بالعادة تباع حتى في السابق في السوق السوداء تباع هذه المخطوطات نظرا ل يعني ندرتها. موسى نتحدث كثيرا نحن عن مخطوطات وعن ندرة وعن أشياء ثمينة جدا، تاريخ ثمين. يعني ما هو التاريخ المتمثل في تمبكتو؟ ما هي أهميتها التاريخية؟ نتحدث في حقائق هنا موسى لو تذكرها لي. نعم تمبكتو تمثل بوابة الصحراء الجنوبية كما تمثلها غدامس كبوابتها الشمالية. فكانت القوافل في ذلك الوقت تسير من غدامس إلى تمبكتو والعكس. فتمبكتو هي لم تكن دولة ولكن كانت عاصمة اقتصادية ثقافية في غرب أفريقيا نظرا لاكتشاف الذهب المبكر بها. فأغرت العديد من الاقتصاديين والتجار وسواهم التوجه إلى تمبكتو، ومن ثم الثقافة، خاصة الثقافة العربية الإسلامية والترقية أيضا. فهذا مزيج، هو المزيج الترقي العربي هو الذي أنشأ تمبكتو قبل في القرن الثالث عشر تقريبا. فنمت هذه المدينة وأصبحت مركز إسلامي مهم، منارة إسلامية تنشر الدين الإسلامي في غرب أفريقيا. يعني لها الفضل هذه المدينة في نشر الدين الإسلامي في تلك المنطقة. أيضا آنذاك تم شق قناة من نهر النيجر إلى داخل تمبكتو، يعني بطول 18 كيلومتر. تصور يعني قبل 500 عام تم شق هذه القناة، يعني مدى الحضارة التي وصلتها تلك المدينة في ذلك الزمان. وأيضا إنشاء أكبر مساجد، مسجد سانكوري والمسجد الكبير في تمبكتو ذو الطراز المميز في تلك المدينة الصحراوية النائية. فكانت مهمة، أهميتها اقتصادية ثقافية في الواقع. طيب موسى من المسؤول الآن على الحفاظ على هذه الأهمية، على استمراريتها؟ هل المجتمع الدولي على الأقل دور بدأ يأخذ مكانه في تمبكتو؟ نعم المجتمع الدولي والأمة المتحدة خاصة أن تركز على هذه المدينة، وأيضا على العالم الإسلامي والعربي أن يعطي هذه المدينة أهميتها، بمعنى إحيائها ثقافيا وعلميا أيضا. كما قلت لك، لو استطعنا بالتنسيق مع الحكومة المالية فيما بعد، يعني الحكومة المالية الآن غير موجودة، بإحياء هذه الهوية وإنشاء جامعة كبيرة بها لغرض دراسة الأفارقة للغة العربية والدراسات الإسلامية، فهذا يعيد شيء من الروح
الذي فقدته تمبكتو، وخاصة إحراق هذه المكتبة. في الواقع إحراق هذه المكتبة يعني طمس نهائي لأي وجود إسلامي عربي في تلك المنطقة، مع العلم أن الحكومة السابقة وحكومة أمير توري أعطى إذن لبعض الجهات التبشيرية المسيحية بإنشاء كنيسة بها ووجود ثلاث مجموعات تبشيرية في هذه المدينة الإسلامية، نعتبرها عاصمة إسلامية مهمة في غرب أفريقيا يعني، وايضا طيب. في غاو، واخيرا في كيدال، وهذا ما جعل انصار الدين وخاصه اياد الغغالي يتحول من طيب. من دعوه التبليغ الى انصار الدين، يعني هو يعني الحكومه هي اللي ولدت هذا التطرف طيب بسبب نزع هذه الصفه التي تميز بها هذه المدن وشمال، خاصه الشمال بشكل عام، يعني يقصد طيب. الهويه الاسلاميه العربيه.